يلزم على الإنسان أن يحسن حتى تكون صفاته النفسية أمور تلقائية يصدر منها على أعضائه آثار تلك الصفات تلقائيا. مثلا الكريم هو من يكون كريما في حال الشدة والرخاء وللعدو والصديق، والشجاع هو الذي تصدر منه الشجاعة في كل حال لا في حال دون حال. ولذا يقال أن الخوف من الله سبحانه وتعالى حالة نفسية يظهر آثاره في الخلوة والجلوة وفي الشدة والرخاء وفي النعماء والضراء. أما من لا يستغيب الناس أمام الناس ثم في خلوته يعمل المعصية فإن هذا ليس خائفا من الله، وإنما خوفه صوري. وكذلك من يصلي أمام الناس صلاة بتواضع وتوعدة واطمئنان، أما إذا كان في خلوة فإنه يصلي صلاة عادية، فإن هذه الصلاة التي يأتي بها في الجلوة ليست صلاة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ينقل السعدي أن ولدا مع أبيه ذهب إلى بيت السلطان فأكل الوالد قليلا وصلى كثيرا، ثم لما رجع إلى البيت قال لولده ائت الطعام فإني لم أأكل هناك عند السلطان كما ينبغي. فقال ولده وكان ذكيا فأعد الصلاة لأنك لم تصلي كما ينبغي. تطويل الصلاة كان لأجل السلطان كما أن قلة الأكل كان لأجل السلطان. ومحال أن يكون الإنسان يخاف من العتبة في الشارع لا في البيت، أو في البيت لا في الصحراء، أو في الصحراء لا في حديقة الحيوانات، فإن الخائف من الأسد يخافه في كل مكان، والذي لا يخاف الأسد لا يخافه في أي مكان. وتحصل هذه الملكة بهذه الكيفية سواء كانت ملكة الشجاعة أو الكرم أو العدالة أو الخوف من الله سبحانه وتعالى أو محبة عباد الله المؤمنين وخدمتهم، يحتاج إلى جهاد وجهود ومثابرة وصبر. كان أحد الأولاد ذهب إلى لندن للدراسة، فلما أكمل الدراسة وصار طبيبا كان راجعا إلى العراق وكان يستند كل شيء، فدعوى أن فيه الجراثيم المرضية ويغسل يده بالماء المعقم ولا يأكل ولا يشرب إلا بخصوصيات في غاية الدقة وبموازين طبية دقيقة جدا، هذا أمام الناس. أما إذا كان في خلواته فيأكل كما يأكل الآخرون ويشرب كما يشرب الآخرون ولا يعيره تماما لأي ميزان طبي حتى الموازين العادية. فتفطن من ذلك أهله أنه كاذب في دعواه
العمل بالموازين الطبية وإنما هو يريد أن يظهر نفسه بهذا المظهر التجددي أمام الناس، ومن نراهم مشتهرا عند الناس بصفة حسنة إنما هم من هذا القبيل، أي الصفة كانت تنضح منهم تلقائيا. مثلا ينقل عن حاتم، وننقل القصة هنا مفصلة ليتخذها الإنسان أسوة، فإنه كان من شعراء الجاهلية وكان جوده وشعره متساويان في الحسن والجمال، وكان حيثما نزل عرف منزله بكثرة ما كانت تلقى من نفايات الطعام وما أشبه حول ذلك المنزل، لأن العرب كانوا يسافرون بعائلتهم وعشيرتهم من مكان إلى مكان طلبا للماء والكلأ أو طلبا للراحة والتنزه، وكان إذا قاتل غلب، لأنه كان في نفس الوقت شجاعا، وإذا سئل وهب، وإذا سابق سبق، وإذا أثر أفلق، وكان إذا أهل شهر رجب، وكان في الجاهلية تعظم هذا الشهر تعظيما كبيرا لأنه من الأشهر الحرم عندهم، وقد قرره الإسلام بعد ذلك لأنه كان فيهم من بقايا الأنبياء. في القرآن الحكيم أربعة أشهر، فإذا دخل شهر رجب نحر كل يوم عشرا من الإبل وأطعم الناس، فكان الناس يجتمعون إليه من القريب والبعيد، وكان هو صاحب قطايع من الغنم والآبال الكبيرة، وقد تزوج ماوية بنت عسير، وكانت تلومه على إتلاف المال بهذا الشكل فلا يلتفت لقولها، وكان لماوية ابن عم يقال له مالك، فأغرى مالك ماوية في أن تطلق نفسها من حاتم، وأن حاتم يتلف الأموال حتى يصبح فقيرا، بينما هو ليس كذلك، وقال لها لئن مات حاتم ليتركن أولادا عالة على الناس، وأغريت الزوجة، فقالت ماوية صدقت إن حاتم لكذلك وإن مستقبلنا لمظلم. وكانت النساء في الجاهلية يطلقن الرجال أحيانا، وكان طلاقهن أن يكن في بيوت من شعر أو من عدم أو ما أشبه ذلك، فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب، وإن كان من قبل المغرب حولته إلى المشرق، وإن كان من قبل الشمال حولته إلى الجنوب، وإن كان من قبل الجنوب حولته إلى الشمال. فإذا رأى الرجل ذلك علم أن الزوجة طلقته فلم يأتها، فقال لها ابن عمها طلقي حاتما وأنا أتزوجك وأنا خير لك منه وأكثر مالا، وأنا أمسك عليك وعلى ولدك، فلم يزل بها حتى طلقته. فأتاها حاتم وقد حولت باب الخباء، فقال حاتم لولده يا عدي ما ترى ما فعلت أمك؟ فقال قد رأيت ذلك. قال فأخذ ابنه وأهبط بطن واد فنزل فيه، فجاءه قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون على باب خباء حاتم، وكانوا يظنون أن حاتم هنا، وكان عدة أولئك الأشخاص 50 فارسا. فضاقت ماوية بهم زرعا، وقالت لجاريتها اذهبي إلى ابن عم مالك وقولي له إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بها وهم 50 رجلا، فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم. وقالت لها انظري إلى جبينه وفمه
فإن شافهك بالمعروف تقبل منه، وإن ضرب بلحيته على صدره ولطم رأسه فاقبلي ودعيه. فلما أتته الجارية وجدته متوسدا شيئا من لبن فأيقظته وأبلغته الرسالة وقالت له إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم. فلطم الرجل رأسه بيده وضرب دحيته على صدره وقال اقرئيها السلام وقولي لها هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتما لأجله، وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم ولا شيء نعطيه لهم، فإني أرى أن هذا الشيء من الإسراف، فليرجع القوم إلى حيث أتوا وليعلموا أن حاتم ليس له شأن في هذا المكان. فرجعت الجارية وأخبرت المرأة بما رأت وبما قال لها، فقالت المرأة الجارية اذهبي إلى حاتم وقولي له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة ولم يعلموا مكانك، فأرسل إلينا ثم نقريهم لحما وبلبن نسقيهم. فأتت الجارية حاتما فصاحت به فقالت لبيك قريبا دعوت، فأخبرته بما جاءت بسببه من قول امرأته السابقة. فقال حاتم للجارية حبا وكرامة، ثم قام إلى الإبل فأطلق اثنتين من عقالهما وصاح بهما وقال للجارية خذهما إلى سبائي السابق. وكذلك أمر بعض غلمانه أن يحضروا لبنا كثيرا، فندمت ماوية ندما شديدا كيف تركت حاتم وتزوجت مثل هذا الشخص، لكنه في المثل ندم فلان ولم ينفعه الندم. ويحكى أن ملكان ابن أخي ماوية قال قلت لماوية يوما يا عمه حدثيني ببعض عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه، فقالت يا ابن أخي أعجب ما رأيت منه أنه أصابت الناس سنة أذهبت الخف والظل، وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة بنتي وأخذ عديا ولده وجعلنا نعللهما حتى نام، فأقبل عليه يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، يفكر في غد ماذا يصنع الجوع، فرفقت به لما به من الجوع فأمسكت عن كلامه لينام، فقال لي أنمت فلم أجبه، فسكت ونظر في فناء الخباء، فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة، فقال ما هذا؟ فقالت يا أبا عدي أتيتك من عند صبية يتعاون كالذئاب جوعا، فقال لها أحضري صبيانك فوالله لأشبعنهم. فقامت سريعة لأولادها فرفعت رأسي وقلت له يا حاتم بماذا تشبع أطفالنا؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل، فكيف تعطي الطعام لصبيان الجار وليس لنا شيء؟ فقال حاتم الله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وأشبعن المرأة وأشبعن صبيانها. فلما جاءت المرأة نهض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه، وكان عزيزا عنده جدا لأنه كان إذا تشابك عليه سبقه وإذا كان حارب عليه غلب، فذبح الفرس بالمدية ثم عجز نارا ودفع إليها شفرة وقال اقطعي واشري وكلي وأطعمي صبيانك. فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم، فقال والله إن هذا لهو اللؤم تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم. ثم أتى الحي يقول لهم انهضوا بالنار، فاجتمعوا حول الفرس وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحيه، والله ما اصبحوا وعلى وجه الارض منها قليلا ولا كثير الا العظم والحافر. واخباره من هذا القبيل
كثيرة، ومن شعره المشهور أماوي: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. ويحكى أنه أغار قوما على طي قبل حاتم، فركب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادى في جيشه وأهل عشيرته، ولقي القوم فهزمهم وتبعهم، فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لي رمحك، فرمى به إليه. فقيل لحاتم: عرفت نفسك للهلاك، ولو عطف عليك لقتلك. فقال: قد علمت ذلك، ولكن ما جواب من يقول هب لي؟ ولما مات حاتم عظم على طي موته، فادعى أخوه أنه يخلفه، فقالت أمه وكانت حية: هيهات يا ولدي، شتان ما بين خلقيكما وخلقيكما، وضعته فإذا كنت أعطيه ثدي ليشرب فيرى طفلا، قدم ثدي الثاني لذلك الطفل، بينما كنت إذا ترضع ثديا وترى طفلا وضعت يدك على الثدي الآخر بخلا حتى لا يشرب الولد الآخر من الثدي الآخر. ويقال إنه ذات مرة حين كان حاتم صغيرا ذهب ليرعى غنم قومه، فجاءه إنسان وقال: هب لي يا حاتم شيئا. فوهب كل الأغنام وكانت عددها زهاء الخمسين، فرجع إلى أبيه فلامه أبوه لوما شديدا وقال له: يا حاتم أنت لست ابني. فقال الولد: أنا ابنك، سواء نفيت أو أبقيت، وإنما وهبت الأغنام لأني لا أتمكن من أن لا أهب شيئا يريده الطرف مني. هذه الحالة هي حالة طبيعية للإنسان الذي هو كريم ولا يعرف الكريم أن هنا موضع الكرم وهنا ليس موضع الكرم. نعم، في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الإنسان عاقلا ويعير كل شيء من الصفات بمعيار الحكمة والتعقل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقل ميزانا. ففي الحديث إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال: عزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. الإنسان يجب أن يقيس كل شيء بمقياس العقل، كرمه، جوده، شجاعته، إقدامه، إحجامه، طاعته، وكل شيء. لكن الكلام الآن ليس في ميزان الوسط الذي حبذه الإسلام بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإنما الكلام أن الصفات النفسية هي تلقائيا يظهر آثارها من الجوارح، وأن الجوارح هي رسل القلب. القلب الذي هو مركز للصفات النفسية، ولا نريد بالقلب القلب الصنوبري، وإنما نريد النفس التي انطبعت على طبيعة حسنة، كما أن العكس كذلك، يعني من انطبع على طبيعة سيئة لابد أن يظهر آثار تلك الطبيعة على جوارحه وأعضائه. فالمنافق والكاذب والحريص والطماع والجبان والبخيل ونحوهم تظهر آثار هذه الصفات على جوارح الإنسان وأعضائه. وهذا الشيء وهو أن ينطبع الإنسان بطبايع خيرة وملكات فاضلة تظهر آثارها من الشخص تلقائيا شيء صعب، لكن بالتكرر والمداومة والمثابرة والتلقين والإيحاء يكون كذلك، حتى إذا كان متصفا بصفات معاكسة سيئة
ينقلون في أحوال غاندي أنه كان في صغره من أجبن خلق الله، حتى أنه يخاف من الظلام نفس الظلام، وحتى أنه كان إذا صعد درجا في الليل كان يركض فيقال له لماذا تركض؟ قال أخاف أن يأخذ رجلي جني. هذا الرجل الجبان إلى هذا الحد صار شجاعا إلى حد مهول في أيام كبره وفي أيام نضاله، حتى أنه كان يحترق الغابة في الليالي المظلمة لا يبالي بأسد أو سبع أو مفترس أو حية أو ما أشبه، مع العلم أن الغابة كانت ممتلئة بهذه الحيوانات، فيقال له كيف تحترق؟ يقول لا أخاف، وإذا جاء أجلي فإنه ليس بيدي أن أتجنب. ويقولون في سبب تحوله من ذلك الجبن الهائل إلى تلك الشجاعة الهائلة أنه كان إذا قام من منامه كل يوم صباحا قبل أن يبدأ بأي شيء يقول أنا شجاع، يكرر هذه الكلمة ويلقن نفسه حتى انطبعت نفسه بصفة الشجاعة. وهذا هو السر ما نرى الإسلام أكد على الصلاة صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وأكد على دوام الذكر، وأكد على دوام الفكر، فإن النفس تلقائيا تتلون بلون العبادة والطاعة والاستقامة. وفي أحوال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أنه لما جيء إليه بالحديد ليقيدوه في وقعة كربلاء المشهورة أخذ يبكي، فقيل له يا ابن رسول الله أتبكي من سحر الحديد والجامعة؟ قال لا، إني ذكرت أغلال النار، يعني أن الخوف من النار كان منطبعا في نفس الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، بحيث يرى أي شيء يناسب تلك الحالات النارية يتذكر النار. وهكذا نجد أن بعض الناس يخافون الموت ويتجنبون المصير السيء، ولذا إذا رأوا ميتا أو سمعوا بآثار الموت ارتجفت قلوبهم واصفر وجوههم، لأن ملكة خوف الموت متمكنة منهم. ومثل هذا الإنسان لابد أن يستعد للموت بالطاعة وترك المعصية ودفع الحقوق ورد المظالم. ينقل كتاب المستطرف لأحمد الأفشيهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذه الكلمة الذهبية تشير إلى قاعدة كبيرة جدا، وهي أن الإنسان يعمل حسب ملكاته النفسية، فمن له ملكة الحياء لا يصنع إلا ما يصون العرض، بينما أنه إذا لم يستحي يصنع أي شيء من السب، من الإهانة، من حب العرض، من أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. الشاعر جعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن شعره، فقال إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعوا. وفي كلام الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى من يقدم هواه أو يقدم هداه، يقول يعطفون الهوى على الهدى حيثما عطفوا الهدى على الهوى. الذين لهم ملكة الإيمان يجعلون أهويتهم تابعة لإيمانهم، بينما من ليست له ملكة الإيمان
يجعل هواه سيدا وعمله تابعا له، سواء طابق الدين او لم يطابق. ولذا ينقل عن ابن عباس انه قال: عهدت الناس وهواهم تبع لاديانهم، وان الناس اليوم اديانهم تبع لاهوائهم. ومن المعلوم ان الانسان اذا تخلق بخلق اخذ ذلك الخلق يكبر فيه وياتي كل يوم باعظم، سواء الاخلاق الرديئه او الاخلاق الحسنه. فالكريم يوم لا يملك يبذل درهما، ويوم يملك يبذل دينارا، ويوم يثري يبذل الف دينار. وكذلك الفاسق في اليوم الاول يفسق قليلا، ثم يفسق اكثر، ثم يفسق اكثر. كانت امراه تسمى ظلمه، وكانت هي صغيره، فلما كانت صغيره كانت تساحق، ولما كبرت كانت تلاط، ولما صارت اكبر كانت تزني، ولما صارت اكبر وسقطت عن رغبه الناس في زناها صارت قواده. ولهذا قال الشاعر في حقها: ساحقت كاعبا، وليطت فتيا، وزنت ثيبا، وقادت عجوزا. ويقال ان سارقا سرق خزينه الملك، فامر الملك بسلبه، فلما جيء اليه ليسلب اجتمع الناس حوله، وكان في جمله المجتمعين امه، وكانت تبكي، فقال الولد السارق لامه: انك سببت هذا المصير الاسود لي. الناس قال له: كيف؟ قال: لاني كنت صغيرا فسرقت بيضه، ولما جئت بها الى امي لم تنهرني ولم توبخني، فظننت ان العمل حسن، فصرت اسرق البيضات من الجيران. ثم لما كبرت كنت اسرق البيوت والدكاكين، ثم لما كبرت واعتدت السرقه سرقت خزينه الملك، مما سبب لي هذا المصير المظلم، ثم شنق. هذه قاعدة كلية، أن الملكات تنمو كما أن الملكات تعطي آثارها تلقائيا. ولعل في القرآن الحكيم إشارة إلى الخلقة والخلق، حيث قال سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وفي قصة مريم الطاهرة قال سبحانه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولعل الآية الأولى إشارة إلى الخلقة بالكسر، والآية الثانية إشارة إلى الخلق، لأن الإنسان ينبت من الأرض كما ينبت النبات، وإنما الفرق أن النبات متصل بالأرض والإنسان منفصلة عن الأرض، لأن الإنسان هو من النطفة، والنطفة من المني، والمني من الدم، والدم من المآكل، والمآكل نتيجة طبيعية لما ينبت الأرض، إما بالنباتات وإما الحيوانات التي تأكل النباتات أيضا. بينما الآية الثانية: وأنبتها نباتا حسنا، يعني كبرها تكبيرا حسنا في أخلاقها وطهارتها وفضيلتها وما إلى ذلك. ولذا يجب على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، وأن ينمي في نفسه تلك الأخلاق الطيبة، سواء كان عفوا أو شجاعة أو كرما أو إقداما أو احترام الناس أو ما أشبه ذلك من الصفات الحسنة. كما أنه يجب عليه أن يميت في نفسه الصفات السيئة، لأن الإنسان حينما يخلقه الله سبحانه وتعالى يجعل فيه من الصفات الحسنة ومن الصفات السيئة، كما في الأحاديث: إن الله تعالى يخلق في الإنسان العقل ويزوده بجنود، ويخلق في الإنسان الجهل ويزوده بجنود،
والمراد بالجهل هنا ليس الجهل العدمي بل الجهل الوجودي، فإن الجهل تطلق في الروايات على معنيين: معنى وجودي له جنود وأنصار من قبيل البخل والجبن والفسق وما أشبه ذلك، وجهل عدمي بمعنى عدم العلم كما قال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم بعض الناس بسبب الإيمان والفضيلة والتقوى والتربية الحسنة وما أشبه ذلك ينمون في أنفسهم جنود العقل، وبعض الأشخاص ينمون في أنفسهم جنود الجهل. الإنسان يجب عليه أن ينمي في نفسه جنود العقل ويميت في نفسه جنود الجهل حتى يكون إنسانا ذا ملكات رفيعة وصفات عالية ويتقدم في الحياة تقدما حسنا بالنسبة إلى نفسه ومجتمعه، ويكون له آخرة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وهو القادر المستعان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.